ثم سؤال مركزي، الروس لماذا لم يتدخلوا هذه المرة؟ لماذا اكتفوا فقط في حماية بشار الأسد وأعطوه أمر أنه يروح إلى قاعدة حميمين؟ تدري أنت بشار الآن ما موجود بالقصور الرئاسي، موجود في حميمين، يعني القاعدة نعم تحت حماية الروس. عجيب. لأنه قالوا نعم طبعاً طبعاً خايف، خايف من الانقلاب الفعلي. يعني قبل يوم تذكر صار حديث انقلاب 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 للقصر الجمهوري وما إلى ذلك. نعم، وأخوه ماهر يريد يسوي الانقلاب، لأنه بشار يريد، نعم بشار يريد تسوية لكي يخرج، لأن عائلته طلعها ترى بالمناسبة، خاف دول الغشمة في العراق ما يدرون، ترى بشار عائلته كلها طلعت برا، كلها طلعت برا، بقى بس هو، وهو الحقيقة الروس والأمريكان مهددي تهديد، اسمح مني رسمي، مهددي تهديد رسمي أنه أنت إذا نصر في الأوضاع في سوريا حتى نصل إلى تطبيق 25 قرار 22 54 حتى نصل إلى هذا اللي يشترط كالآتي هذا القرار، أنه أنت تتنحى عن السلطة وتشكل حكومة انتقالية، بس قبلها يجب تصفية سوريا من الميليشيات والفصائل المسلحة.